الكل متفق على تراجع مستوى فريق العين هذا الموسم مقارنة مع الموسم الفارط، وله مجموعة من العوامل أهمها لاعبين جدد داخل تركيبة الفريق، طريقة لعب جديدة على المدرب كريسبو، وأهم هذه العوامل هو الخصوم بدأت من الموسم الفارط يعني تضرب ألف حساب للفريق العين، وكيف سوف تهزم فريق العين وخصوصا بالمستوى الطيب والمستوى الرفيع الذي ظهر به الموسم الفارط. ولكن يبقى فريق العين من الفروق الكبيرة وشخصية البطل تظهر في المباريات والمحافل الكبرى على غرار مباراة أوكلاند سيتي ومباراة الوصل الإماراتي وحتى مباراة الهلال، رغم الخسارة فالمستوى الطيب وشخصية البطل وشخصية البطل الآسيا ظهرت عند اللاعبين والرغبة وحتى مساندة الجماهير فكانت فعالة في هذه المباراة. تراجع أو تدبدب مستوى فريق العين هذا الموسم ليس بالضرورة كثرة اللاعبين الأجانب داخل تركيبة النادي، وإنما لاعبين جدد داخل تركيبة النادي يلزمهم مزيد من الوقت، مزيد من المباريات. وأكيد أن اللاعبين أو سن أعمار اللاعبين فهم لاعبين شباب يفتقرون للخبرة الكافية، فكنظن أن مخطط أو استراتيجية نادي العين فهما عملوا استراتيجية على المدى البعيد المتوسط أو البعيد وليس القريب. يعني التركيبة المتواجدة ممكن نفسه فيها على مجموعة من البطولات هذا الموسم، ولكن كن أكيد أن فريق العين في غضون سنتين أو ثلاث سنوات فسوف يكون الحلقة الأصعب وسوف يكون القوة الضاربة للفرق آسيا في قادم المواسم إن شاء الله. بالأرقام كثرة الأهداف والأهداف الكثيرة فقد تحيلك إلى أن الحلقة الأضعف هو خط الدفاع للفريق، ولكن إذا كانت المنظومة الدفاعية للفريق كل من مهاجمين وخط وسط ومدافعين منظومة قوية منظومة منظمة، فكنظن أن الفريق سوف يكون أفضل دفاعيا، لأن عنده لاعبين على مستوى الهجوم فهم لاعبين ممتازين وهجوم خارق وهجوم قوي. ما يلزم نوعا ما هو تمركز اللاعبين خط الوسط، لاعبين خط الوسط ولاعبين أو المساندة الدفاعية للاعبين خط الوسط للاعبين خط الهجوم للمدافعين ليكون الفريق منظم دفاعيا. أكيد أن سفيان رحيمي من بين أهم أسلحة فريق العين الإماراتي، ولكن كيبقى فريق العين عنده مجموعة من الأسلحة، من بينها كما ذكرت سلفا سفيان رحيمي، لن أنسى جمهور فريق العين الذي يتنقل لمساندة الفريق، روح الفريق وحتى شخصية البطل لدى أو نخوة نادي العين، فكنظن أنه في المباريات الكبيرة كيتواجدوا أهم أسلحة ديال فريق العين. وجهة نظري وحكم تجربتي في فريق نادي العين الإماراتي هو الثقة التي يمنحها سيدي سمو الشيخ الزاع للاعبين وتحفيز اللاعبين، فهي كتكون سلاح أقوى للفريق في مثل هذه التظاهرات ولا هذه المسابقات. المباراة ما غتكونش سهلة على الفريقين معا، لا على الأهلي الإماراتي وحتى على العين الإماراتي. كنظن أن خطورة الأهلي فهما في الأروقة في الأطراف، الصعود المتكرر لاعبين الأطراف، وكنعرفوا التجربة اللي عند لاعبين الأظهرة خصوصا عطية الله التجربة الكبيرة اللي خدها مع المنتخب الوطني المغربي وحتى مع فريق الوداد الرياضي. كنظن ان تقارب الخطوط لخطوط الهجوم مع خط الوسط وخط الدفاع، عدم ترك المساحه للاعبين خط الوسط باش يلعبوا باريحيه، والمسانده الدفاعيه للمهاجمين خصوصا على الاطراف، واستغلال قوه هجوم نادي العين في الهجمات المرتده وفي التحول من الدفاع للهجوم وسرعه سفيان الرحيمي ونوعا ما بطء خط قلب الدفاع ديال الاهلي، كنظن انها غدا تشكل فارق في هذه المباراه.